تيتش مي ايجيبشن هنقول لك علمني كلمه. اوكي تعالى تعالى مينينج كم. اوكي تعالى اوكي تعالى روح امشي ما اعرفش بصراحه يا جماعه. المكان اللهم صل على النبي يعني فيه اماكن كتير حلوه وسو. انا كنت مبسوط بالتجربه ديت وكنت مبسوط كمان بالراجل اللي كان معايا. طيب روحوا بس يلا اوكي وهنمشي دلوقتي عشان ما نطردش. سلام عليكم. ده كلب جميل احنا مالناش دعوه بيه بس الحمد لله ان هو مربوط في سلسله بقاله ساعه عمال يبص ويركز معايا وبتاع، ولكن انا بحمد ربنا ان هو مربوط. تعال نمشي منها. انا دلوقتي وصلت سراديه، واول حاجه زرتها في سراديه فندق المنتزه. فندق المنتزه انا امام غرفه رقم 101 بتاعه الرئيس هواري بوميدجن. لما بيبقى فيه عطله رسميه للرئيس هواري بوميدجن كان بيجي يقعد هنا وينقص هنا، ويبقى فيه برضو بعض الاجتماعات. كمان في معمر الكذافي كان بيجي الفندق دوت، وعندك الرئيس فيدال كاسترو، وعندك كمان ياسر عرفات جه كان بيجي في الفندق المنتزه. لسه هنشوف بقى ونستكشف فندق المنتزه ونستكشف كمان الاماكن اللي موجوده في سراديه المناظر الطبيعيه. تابع معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عزيزي المتابع العربي الجميل. انا عارف ان انا صوتي عالي حبتين، ولكن احنا في قمه كنيسه اوجستين. هنبدا النهارده في لوك مدينه عنابه، هنتفسح ونشوف اماكن كتير. ولكن انا اول مكان زرته دلوقتي، اول ما نزلت الباص ما رحتش ولا فندق ولا اي حاجه، زرت كنيسه اوجستين. هنتعرف على المعالم السياحيه اللي موجوده داخل الكنيسه باذن الله. سنين وانا ميس هيلاري بازيل. اهلا وسهلا. ام بريست هير. اوكي عايز اعرف بقى معلومات عن الكنيسه. Tell him about some information, small details about the church. The church was built in 1881 in honor of Saint Augustine. Saint Augustine is a famous person known around the world for his philosophical thinking and also his contribution to the church. The church was built in 1881. And while it was built to express the philosophical thoughts, the thoughts of Saint Augustine that is versatile, that is that reaches the cuts across different civilizations. لا عزيزي ما تتعشمش خير ان انا اترجم لك كل الكلام ده. يعني انا جايب 27 من 50 في امتحان الانجليزي بتاع الثانويه العامه، فيا ريت اللي فاهم يبقى يكتب لنا في الكومنتات الراجل ده كان بيقول. هل في شخصيات عامه بتيجي تزور الكنيسه من خارج البلاد؟ The president of Italia was here to visit the church those last year sometimes in November. بصوا يا جماعه، هو احنا ما ينفعش نعلي صوتنا قوي، لان تعليمات الكنيسه لازم تتكلم بهدوء ولازم التليفون يبقى صامت، وما ينفعش ان انا ابقى اكثر حماسا عن كده عشان ما اطردش من الكنيسه. قاعد يعمل لك حاجه كادو كبير. هو هنا ممنوع التصوير بصحتك. رجوله والله رجوله يا جماعه. جود مان. Here we have the right arm of Saint Augustine. The avant-bras of Saint Augustine. يا جماعه هو في جزء من جسم القديس اوجستين في المكان ده اللي الراجل شارونا قطعه تقريبا من دراعه، ولسه هنكمل جوه الكنيسه. ولكن انا ما اعرفش انا رايح فين، بس هنطلع مع الراجل الجايد اللي عمال يشرح لنا دلوقتي المعالم الموجوده في الكنيسه. ما اعرفش ايه اللي موجود فوق، بس تعالوا نتكلم حته انجليزي دلوقتي ونقول اوبن ذا دور عشان ايوه يلا. لا مش هنطلع ماليش دعوه، هو كومبايز هو اصلا كومبايز وعايزين نبقى سمعنا لما الراجل يطلع هو اللي يفتح. Is Monica Augustan? جي مونيكا مصر. مصر. ولا ما أعرف إيه. مونيكا. هو علاقة أم دي مونيكا. ودي. ماري ماندالين. ماري ماندالين سير. مين؟ ماري ماندالين. هل القديس أوجستين كان متزوج؟ يعني القديس ما كانش متجوز بس كان عنده واحدة وابن. يا جماعه التماثيل اللي موجوده دي دلوقتي اسماء الكتب اللي كان بيكتبها القديس اوجستين، كذا كتاب بسم الله ما شاء الله. يا جماعه احنا دلوقتي موجودين في المكان اللي بيضرب فيه الجرس ده، الجرس الكبير وده جرس وسط ودول جرس اكبر منه، في كمان جرس اكبر منه. بصح هو ولد سجهراس 90 كيلومتر على عنابه، وسورتو كان هنا الاوفيسيي كومون دي اوفيسيي القديس اوجستين من سوق اهراس. من سوق هراس ولد سوق هراس وقرأ في سوق هراس في مدوروش، راح لكارتاج بعد راح لروما وميلو. احنا دلوقتي في طريقنا الاسرائيلي دي، ولكن انا عجبني اول منظر اللي انا اعرضه لكم دلوقتي على الشاشه. منظر جميل جدا، منظر البحر ومنظر الخضره والمنظر الجبال اللي متغطيه بالخضره.
حاجه بسم الله ما شاء الله. انا دلوقتي لسه هروح طريق سرايديه اللي بيبعد قد ايه 9 كيلو دلوقتي من المكان ده او 8 كيلو ان شاء الله. طب معايا ان شاء الله دقايق وهنوصل لسرايد. انا دلوقتي دخلت الغرفه بتاعه الرئيس عوالي بوميديان الله يرحمه يعني، ولقيت كمان الصوره بتاعه رئيس عوالي بوميديان فوق السرير. طبعا الغرفه دي مش اي حد بيخش الغرفه دي الحمد لله يعني، انا امي دعيالي ان انا دخلت غرفه الرئيس عوالي بوميديان الله يرحمه. هنستكشف الغرفه. الغرفه عباره عن كنب ودولاب كبير وسرير وترابيزه هنا اكيد للاجتماعات او لو في اي زياره حد بيزوره او اي حاجه. دي دلوقتي الفرندا بتاعه الرئيس عوالي بوميديان، ادي القعده بتاعه الفرندا، وادي دي اللي فوق ده اسمه تراس، ده تراس اللي فوق مقفول كده اهوت بحيث ان ما بقاش فيه صوت ولا في اي حد شايفه ولا اي حاجه. قدام بقى هنا دي اسمها ايه، بلكونه، دي بقى البلكونه بتاعه الرئيس عوالي بوميديان. بص زي ما هي طبعا ما فيش اي حاجه اتغيرت يا جماعه، الشكل زي ما هو من ايام ما كان بيقعد الرئيس عوالي بوميديان، من ايام ما الفندق اتعمل نفسه في سنه 1971 الفندق ما اتغيرش شكله ولا اي حاجه، ولكن الفندق بيطل على فيو روعه الروعه. ادي الفرندا الكبيره او البلكونه الكبيره، ولكن ورا البلكونه بقى منظر سرايدي، دي المنطقه بتاعه سرايدي، منظر بحر انا مش هقدر اوصفه لك، يا ريت الكاميرا توصل الجمال والشكل الجميل دوت. منظر جبال شامخه كلها متغطيه باللون الاخضر، وهبالك عندك كمان الفنار باين من هنا بس مش عارف هعرف اوصله لكم ولا لا. اول حاجه مرحبا بك في مدينه عنابه، منطقه سرايدي في فندق المنتزه. المنطقه هذه معروفه بالجبال تاعها والمناظر الخلابه هذه، لي كاين منها بلك ثلاثة أو أربع مناطق في الجزائر بالجمال هذا. الناس تجي على باه ترتاح وباه تقضي عطلة مليحة في الجو الهادئ. بس ما فيش حد يتدخل في 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 المناظر دي ولا حاجة، دي مناظر طبيعية من عند ربنا، مناظر طبيعية بقات كما هي يعني، حتى السلطات هنا والناس بقوا خلوها حافظوا عليها انه تبقى بالصيغه. انا عايز اقول ان اي مصري او اي حد هيجي الجزائر ويجي يقعد في المكان ده ممكن يمكث فيه شهر شهرين ثلاث شهور ثلاث سنين مش هيزهق خالص. على 900 متر على سطح البحر. يعني حتى في الشتاء يصب الثلوج في المنطقه هذه. وتخيل انت المنظر الثلج وبعداه يعني 6 كيلومتر كاين البحر. في الشتاء في ثلج كاين الثلج في المنطقه هذه، ينزل في المنطقة هذه. ينزل على 900 متر ينزل على الجبال، على الجبال هذه. على الفندق على المنطقه هذه كامله ما شاء الله. اتمنى طبعا ان اي حد يجي الجزائر يجي ولايه عنابه وبالاخص سرايدي، المكان هنا تحفه التحفه. الهواء كمان والله العظيم يا جماعه الهواء جميل، الخضره شكلها جميل، المكان شكله مريح قوي. انا مبسوط جدا هقعد 10 ساعات هنا دلوقتي. دلوقتي مع الأستاذ محمد مدير الفندق هيشرح لنا فندق المنتزه اللي موجود في أجمل مكان في ولاية عنابة اللي هو بيطل على سرايدي. لنا بقى الفندق مكون هذا راو جبل، جبل محفور داخل جبل والله يعني ده ده جبل ده جبل محفور داخل جبل. يعني دي مش جدران، مش جدران، ده جبل، ده جبل، جبل ما شاء الله. حفروه بديناميت. بديناميت في الجهة هذه عندنا 33 غرفة، ما كان حتى غرفة تشبه الأخرى. يعني أنت قصد حضرتك إن الغرف هنا مش زي بعض. زي هنا متحف. كل غرفة مختلفة. كل غرفة مختلفة. بديزاين مختلف بكل حاجة. بديزاين مختلف. طب سؤال، هل حصل إن الفندق ده تم تعديله من سنة 1971 لحد دلوقتي ولا ما تعدلش؟ ما تعدلش في حاجة. زي ما تعدلش. زي ما هو. زي ما هو، البرنامج تاع التعديل تاعه دوك نوريه لك راهو فوق. يعني الفندق ده يعتبر من التراث. من التراث الجزائري. من التراث الجزائري. تمام. هل كل غرفة لها بلكونة؟ كل. كل. جميع الغرف عندها بلكونة. ما شاء الله. وجميع الغرف تطل على البحر. جميع الغرف تطل على البحر. يعني كل الغرف اللي موجودة في فندق المنتزه بتطل على واجهة واحدة اللي هي واجهة البحر وسرايدي والجبال. يعني الفندق ده مش مبني على عواميد وخرسانات ولا كل. جبال بس. مبني على الجبل، مبني لا خرسانات ولا كان خرسانة، مكان الجبل. جبل كان كامل محفور بالبنينة. وطلعوه من تحت وجوه طالعين. انا دلوقتي وصلت الجبل من جبال سرايديه، طريق سرايديه، يعني انا دلوقتي في القمه شايف منظر الجبال معايا عزيزي عامله ازاي؟ واخد بالك؟ اتفرج على منظر الجبال، طبعا قدام تحت هنا البحر، البحر بتاع عنابه، ده اسمه بحر عنابه ولا اسمه بحر؟ ده بحر عنابه، صح؟ قدام طبعا البحر بتاع عنابه، منظر جميل جدا مريح، بشوف عائلات كتير وانا جاي في الطريق، لقيت عائلات كتير جايبين كراسي وبياكلوا وبتاع، في مطاعم بتخدم على الطريق ده، تقدر انت تخش تاكل اللقمه وبتاع، وسط الخضره وسط المكان اللي انا فيه ده، ما تستغربش، والله طبيعه خلابه بسم الله ما شاء الله، كل الناس بتيجي تقعد هنا وقاعده بتستجم، حاجه جميله جدا، انا مستمتع جدا بالمنظر وبالجمال ده كله، واتمنى ان الشمس ما تغربش قوي والدنيا ما تظلمش قوي عشان الحق اصور لكم حاجات تاني. دلوقتي وصل وقت الغداء وهتغدى وجبه البريك.
بالتونه في بريك باللحمه مفرومه والتونه، ودي وجبه رسميه لولايه عنابه. طبعا الراجل بيعملها لنا اهو، ولكن مش عايز يورينا وشه ما اعرفش ليه، ولكن هيحط لنا شويه تونه. ايوه اتوصى بالتونه بقى، يعني زود تونه، افرم تونه زي ما انت عايز، مفيش مشكله. عباره عن ايه بقى البريك ده؟ انا ما حدش قال لي والله، ولكن واضح كده يا عزيزي ان دي جبنه، وده العيش بتاع البريك، ودي زبده بيض، ده بيض. جبنه وتونه وبيض، بيتكون من حاجه تاني؟ لا بس كده، بس كده. وتحط عليه طبق عيش تاني ولا هو كده؟ في بصل، في ايوه لما بيحط التوابل دي بيقفله ولا بيقفله؟ يعني هو ده رق العيش واحد. هو رق العيش واحد بيقفله كده. هنشوف، هنشوف مع بعض، هنشوف الراجل بيعمله ازاي. هل الوجبة دي سريعة بتاخد وقت ولا سريعة؟ سريعة، سريعة جدا. وصل الحمد لله البريك اخيرا، يعني اللي هو بالتونة. هدوقه، انا اول مرة في حياتي ادوق البريك ده، والبريك ده وانا معرفش يعني طعمه عبارة عن ايه، ولكن هدوقه واقول لك انطباعي بكل صراحة يا عزيز. اتفضلوا معانا. لا الطعم جميل ومختلف، واول مرة ادوقه وانا احب التجارب قوي. انا بكرة هفطر بريك ده، بكرة ان شاء الله تجيب لنا بريك ان شاء الله. حلو، طعمه حلو، جميل، نايس بريك. انتهت زيارتنا على خير لولايه عنابه. كان نفسي اقعد في عنابه اكتر من كده، ما شفتش حاجات كتير وبتاع، ولكن انا بقعد في كل ولايه يا جماعه من 20 ل 22 ساعه، ما بكملش حتى يوم والله العظيم. وتبص تلاقي تاني يوم راح. يعني انا بكلمك دلوقتي وانا في طريق لايه؟ لسكيك ده. فانتظر يا عزيزي كلوب سكيك ده ان شاء الله، وهحاول ان انا الف بسكيك شويه، ولكن انا ليا عذري ما بلحقش اقعد علشان ضيق الوقت. انا مش جاي اقعد شهر ولا شهرين في الجزائر، انا كل اللي انا جاي اقعد 10 ايام. فعايز احقق رقم قياسي بيني وبين نفسي، ازور اكبر عدد من الولايات في ال 10 ايام. انا عارف ان ده انتحار ليا وتجربه صعبه جدا، اثرت على جسمي وعلى بدني وعلى كل حاجه، ولكن ان شاء الله اكون قدها بتشجيعكم. شكرا لكم جميعا.